عشان كده كان من المهم جدا نشوف كل هذا المشهد الأولمبي في الغربال. ليه ما نحلمش؟ هل الفوز على البرازيل صعب؟ هل تخطي السامبا ظهر يوم السبت صعب؟ عرضنا من قبل كده مقال الأستاذ حامد عز الدين وهو بيقول المتنبي يضع خطة الأهلي، وكان بيركز على قدر أهل العزم تأتي العزائم. هو فعلا كده. منتخب البرازيل بالمناسبة كوت ديفوار اتعادلت معاه. وأذكر يا باشمهندس مانويل جوزيه في حوارنا المطول معاه بتاع السبع ساعات واحنا راجعين في 2006 من اليابان، أكتر حاجة ركز عليها في سمات اللاعب المصري وأنا بقول له إيه الفرق؟ قال لي أنتوا مشكلتكم ما عندكوش ثقة في نفسكم. مش مصدقين. مش ما بتصدقوش إن أنتوا تقدروا. أدي الجون الجميل مجهود كبير من رمضان. هي من البداية أنت شوف حتى طاهر حاططها رمضان فين؟ طاهر محدش واخد باله من الراجل طاهر ده. طاهر حاططها رمضان في المكان الصح قوي اللي هو بيحبه. حتى بالقوة المناسبة قوي بحيث يروح لها رمضان بالشكل ده ويلعبها وأحمد ياسر ريان ياخد وضعه سليم. أنا سلام يا شنو. لا ما هو الشناوي بص يعني هنشوف تحليلي لأن أنا كمان عجبني تحليل الكابتن أحمد شوبير لأداء الشناوي في المباراة. بس أنا بقول لك على فكرة منتخب مصر لما يلعب البرازيل. لما يلعب البرازيل وعمار شوف جاي منين في المتابعة؟ لعيب مهم قوي عمار. بس الحقيقة ناصر منسي. ناصر طرقستين ثلاثة. جريء. إيه ده؟ فبقول لك على فكرة إن اللاعب المصري ليه ما بيصدقش إنه يقدر فعلا يلعب ضد فرقة زي البرازيل؟ يعني ونقدر فعلا نقدم كوره جيده عن الكوره المصريه. فكان الراجل وجهه نظره السمات الشخصيه للاعب المصري لازم أن تتغير. منسوب الثقه في النفس عند اللاعب المصري لازم أن يكون احسن من كده. وانا اعتقد تركيز مانويل جوزيه على رفع قيمه او منسوب الثقه عند اللاعب المصري وتنميه شخصيه اللاعب المصري في نفسه وإزالة كل الرهبة التاريخية اللي متراكمة عند الشخص المصري تجاه أي خواجة اللي عمله مانويل جوزيه مع جيل عماد متعب وأبو تريكة وبركات ووائل جمعة وإسلام الشاطر وسيد معوض وعماد النحاس وعصام الحضري. هذا الجيل الرائع مش عايز أنسى حد منه. اللي عمله مانويل جوزيه معاهم ظهر جدا مع كابتن حسن شحاتة على الأقل في كأس القارات. انت شفت في كاس القارات في 2009 بس شوف لعيبه مصر بعد ما عملت البرازيل وقدام ايطاليا بعد ما عملت الابداع ده جيت في الماتش اللي انت بتعتبره تحصيل ماشي. حاصل عارف ليه؟ اللاعب المصري في الماتشات اللي فيها قوه بدنيه بيتعب. انت فكرتني بشخصيه اللاعب المصري ويعني انه لازم يثق في نفسه اكتر من كده باللي قاله لي فايتسا. وكنت بعمل موضوع للمصور وقتها كنت بكتب في المصور فرحت له فمن ضمن الاسئله التقليديه اللي احنا بنحبها ايه الفرق بين اللاعب المصري واللاعب الاجنبي؟ فالراجل راح مطلع لي اجنده قلت له الناحيه البدنيه راح فتح الاجنده قال لي لا 247 تدريبه لم يشكو لعيب واحد من شد او اصابه فالحاله البدنيه كويسه رائعه زيها زي اللاعب الاجنبي. قلت له المهاره قال لي اللاعب المصري اكثر مهاره اكثر مهاره. قلت له امال في ايه؟ قال لي في اتخاذ القرار. ايوه قلت له يعني قال لي السهل يخاف منه لان في مسؤوليه ويجيب لك الحاجات الصعبه جدا. ما هي دي سمات شخصيه لانها قرارها ما فيهوش لوم. بتطير تعمل كره دبل كيك لما جاتش جون ما حدش هيقول لك عملت كده ليه بس لو كانت جون جت جون يبقى فيها عبقريه وابداع لكن الانفرادات. وهنا بقى كان الكلام لما كنت بقيم ازارو يا جماعه اصعب موقف للاعب القرار في الانفراد في الانفراد
صحيح. لانه انتوا حساباتك بتقول لازم يبقى جون. أيوة. وناسي ان الجون عنده قرار مواجه آخر. هو كمان فانت رايح له يا تشوت بقوه وانت وبختك لو طلعت فوق العرض اقول لك استعجلت ما استنيتش عليها ليه، ولو جت جون هيبقى جون حلو. طب لو استنيت ورقصت وجون زقها من قدامك يا ابني انت قربت الجون كده، يعني القرار صعب الانفراد. ودي كانت مشكله ازارو. ازارو لو بيجيب الكور دي كان بقى هداف العالم. يعني هو كان هداف الدوري وهو مضيع له، وجاب لك ايه ده غير ضربات الجزاء اللي كان بيتسبب فيها. ولذلك انا بقول لك محمد شريف هو النسخه المعدله من وليد ازارو، لان فيه السمات دي سرعه مع الهدوء امام المرمى. نتمنى ان احنا نستعين في قطاع الناشئين، احنا بجيب اجانب، احنا عايزين بقى ناس نفسيين في الاعداد النفسي ايوه يفهمهم لماذا تلعب كره القدم ويعني ايه اخذ القرار.